تشارك التركية مقابل ماذا دكتور عبد المطلب؟ يعني عندما يستثمر الإمارات اليوم 10 مليارات دولار في تركيا، مقابل ماذا؟ ما هي مصلحة الإمارات مع تركيا الآن؟ يعني الإمارات لا تريد أن تعتمد فقط على الغاز والنفط، الطاقات الجاهزة، تريد أن تنوع اقتصاديات من خلال دخولها إلى عدة مجالات اقتصادية تجارية في العالم. مثلا هي تريد أن تستفيد من شركات تركية نشطة وهي في الحقيقة مضامنة للربح، مثل هناك يعني شركات الشحن وغير ذلك، توصيل الأغذية خاصة في ظل الظروف الكورونا. هنا حدث هناك عدة أنواع تجارية حول توصيل الأدوات والأغذية إلى البيوت وإلى يعني حول تلبية الحاجات إلى أقدام الناس. لذلك الآن هناك مجالات جائزة قوية جديدة في ظل الظروف كورونا الجديدة، هي قوية جدا. يعني الإمارات تريد أن تشارك وتستفيد في الحقيقة، لا هذا في الحقيقة يؤدي إلى طبعا ربح كبير جدا. وتركيا الآن لها قوة، يعني لا يمكن بدون تركيا أن تكون هناك حركة تجارية دولية في المنطقة في الإقليم حتى يعني في القارة الأوروبية. لذلك يعني امتداد الصيني كما قلت وحتى تمام دكتور، وصلت دكتور، بس حتى لا نعيد ابقى معي لو تكرم دكتور سريعا. أيضا أوجه نفس السؤال لك أستاذ غزوان، ما الذي تريده الإمارات؟ يعني بالنهاية في مصالح متبادلة، فهمنا 10 مليارات دولار استثمار إماراتي في تركيا، طب مقابل شو؟ نعم صحيح. يعني أولا لننظر إلى الأرقام الاقتصادية في تركيا، هل هناك كما ذكرت أنت قبل قليل أن هناك كارثة اقتصادية في تركيا؟ عندما نجد أن النمو السنة هذه سيحقق 9% كأكبر دولة في العالم، والنمو هو مؤشر أساسي لتقييم أي دولة اقتصاديا. فإذا تركيا عندما تكون الأولى في النمو، وعندما نجد أن السياحة إلى تركيا الآن وصلت يعني إلى 24 مليون رغم وجود كورونا ورغم التضييق الذي يشهده العالم، وعندما نجد أن الإنتاج الصناعي متطور بشكل كبير فانعكس بشكل كبير على الصادرات، تركيا السنة هذه ستحقق الآن، والصادرات بالدولار ستحقق الآن أكبر صادرات في تاريخ تركيا تجاوز 200 مليار دولار. وعندما نجد أن تركيا ديونها الخارجية، ديون الدولة وديون الخاصة، لا تتجاوز 40% من الدخل القومي. على فكرة فقط بين قوسين الدين الخارجي لألمانيا 80 مليار دولار، يعني ضعف الدخل القومي. أيضا اليابان نفس الشيء، أمريكا نفس الشيء. عندما نتحدث نحن عن هذه الأرقام الاقتصادية نجد أن كثير من الدول تريد أن تأتي إلى تركيا وتستثمر في تركيا. وأنا قبل يعني أيام ظهرت في أحد البرامج التلفزيون وقلت هذه الفرصة الأساسية والحاسمة والمهمة جدا لكل من يريد أن يستثمر في تركيا. إذا ضيعتم هذه الفرصة لن تجدوا هذه الفرصة مرة ثانية، وأنا جاءت هذه الزيارة مباشرة لاقتناص هذه الفرصة. خلينا أنقل هذه الأرقام، هذا كلام مهم